طيب معانا المهندسة عليا الرند، مدير إدارة مشاريع المباني بدائرة الأشغال العامة بالشارقة. مهندسة عليا السلام عليك ومساك الله بالخير. عليكم السلام، كيف مرحبا حالك؟ بناشد. الحمد لله بخير، ايش حالك انت؟ الله يبارك فيك. اتصل فينا الأخ عبد الرحمن من الشارجة يتحدث عن قضية عمل سور أو تسوير المنطقة المخصصة أو سياج، خلنا نقول سياج شبكي، المنطقة المخصصة للعزب في الشارجة. يقول تم طلب تغيير مواقع بوابات العزب حاليا من الجهة إلى الجهة المقابلة الجهة الأخرى. يقول هذا بالنسبة لي وايد صعب، لأن أنا الجهة الأخرى مسوي فيها زرايب ومسوي فيها يعني أقفاص حق الحيوانات، فبالتالي تغيير البوابة إلى الجهة الأخرى صعب جدا، بينما الأخوة القائمين على هذه المسألة ما عندهم إشكالية لو بقيت البوابات في محلها الحالي. هذه وحدة. الثاني يقول تركوا مسافة ما بين شبك العزبة اللي هي مخصصة للناس يعني، وما بين الشبك هذا أو السياج هذا اللي تعمل الحكومة 20 متر. هالعشرين متر يقول بتتجمع فيه أوساخ، بتصير فيه إشكالية، صعب تنظيفه، لأن 20 متر واحد مستحيل يدخل داخل وينظف يعني. فهذه ملاحظتين أختي الفاضلة. نعم، نشكر الأخ عبد الرحمن على ملاحظاته. بس حبيت في البداية أوضح المشروع اللي احنا نقوم بتنفيذه في هالمنطقة. يمكن وردت قبل سنة ملاحظة عن طريق برنامجكم المقر بخصوص إجراءات أو ملاحظات على مستخدمي العزب. أحد كان يشتكي ملاحظات يعني أشياء مو تنظيمية تستوي في هالمنطقة. فعندنا التوجيهات العليا أن نزور الموقع ونشوف الملاحظات بالتنسيق مع عدة جهات من ضمنها المجلس البلدي وبلدية الشارقة وشرطة الشارقة. ويت الفكرة أو يت التوجيه أن نسوي مدخل واحد أو مدخل خلينا نقول مدخل نظامي مراقب بكاميرات لمنطقة العزب هاي. هاي المنطقة يتوجيه بتسميتها مرعى الرقعة الحمراء. يمكن نعرض قبل فترة مراعي مشابهة، مرعى الشمال في مدينة البيض، ومراعي أخرى أيضا تطوير في مناطق مختلفة من الإمارة. فحصرنا عدد العزب الموجودة في المنطقة في تقريبا الجزء اللي مطل على منطقة رحمانية 2 في تقريبا 155 عزبة نظامية قائمة، وفي الجزء المطل على شارع محمد بن زايد الطريق الفرعي المؤدي للرحمانية من منطقة أم 2 تقريبا 35 عزبة. ملاحظة الأخ عبد الرحمن في حدود المرعى هذا في تقريبا 3 عزب كانت متعارضة مداخل قائمة لها مع مع حدود المرعى الجديد المفتوح. السياج. فنحن طلبنا نسقنا مع مجلس البلدي في الشارقة ومجلس البلدي لمدينة الشارقة وممثلي بلدية الشارقة نشوف يعني حلول لحفر كيف نقدر نعالج مداخل البوابات لهالعزب الثلاث. بس ثلاث عزب. يعني انتم تم طلب تحويل البوابه لثلاث عزب فقط من ال 155. نعم، هاي اللي كانوا متاثرين بالمسار السور الحالي، ومن بينهم يبدو مزرعه الاخ عبد الرحمن. نعم بالضبط. فان شاء الله نحن بنشوف ملاحظه الاخ عبد الرحمن على ارض الواقع. إذا قدرتوا أن عبد الرحمن تبقى يعني عزبته مثل ما هي والمشروع ما بيتأثر بتساعدوني يعني، جزاكم الله خير. نعم، هاي الفكرة من هالمشروع أن نضمن يكون في مراقبة للمدخل لمداخل المخارج هالعزب، ويكون بعد مربوطة هاي كاميرات المراقبة تكون مربوطة بالأجهزة الأمنية في الإمارة، وهذا أفضل لأصحاب العزب. باكر واحد لا سمح الله قال والله سرقوا عني حلال، واحد قال لا سمح الله صارت عندي إشكالية، واحد كذا، فتكون كاميرات مراقبة، يكون في حارس، يكون يعني يصير مسألة نظامية، صح ولا لا؟ صحيح. ممتاز. طيب ماذا عن الفاصل أو الفراغ اللي تركتوه ما بين السياج هذا وسياج العزب اللي هو 20 سنتي؟ هاي بعد إشكالية يبدو. نعم، بخصوص هالفاصل نحن مشينا على حسب حدود قطعة الأرض المخصصة للمرعى.
فإذا هالملاحظة اللي طرحها الأخ عبد الرحمن، نحن بنوثق مع المجلس البلدي وبلدية مدينة الشارجة في هالفاصل 20 متر أو الارتداد 20 سنتي أو 20، ما يحضرني حاليا الملاحظة شو كانت. هو قال 20 سنتي صحيح، 20 سنتي. فهل بنوثق وياهم هل هذا بيتم يعني مثل يعطون أصحاب العزب هاي المساحة أو عندهم استخدام مختلف لهالارتداد، وإن شاء الله ملاحظة. مشكورة مهندسة عليا وبارك الله فيك وجزاك الله خير. مشكورة.